أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أكدت غرفة عمليات تحرير مدينة جدابية ودعم بنغازي أنهم ليسوا خوارج ولا دواعش كما يتهمهم حفتر، مطمئنة الأهالي بأنهم سيرفعون الظلم عنهم ولن يكونوا سببا في معاناتهم. الغرفة وفي بيانها حملت رسائل إلى عدد من الجهات بمدينة جدابية ودعت حكماء المنطقة إلى منع حفتر من زعزعة الاستقرار بالمدينة وشرخ النسيج الاجتماعي بها. كما دعت الغرفة شباب المناطق المناصرين له أن يعودوا لرشدهم لأنهم أبناء عمومة وجيران وأن يخلوا بينهم وبين حفتر الذي وصفته بالمجرم الخائن. ارتفعت حصيلة قتلى ميليشيات حفتر في مدينة جدابية جراء اشتباكات السبت إلى 4 قتلى وما لا يقل على ما يقل عن 10 جرحى، إصابتهم بعضهم خفيفة وصلوا إلى مستشفى المقريف بالمدينة. المصدر أوضح أن القتلى هم عناصر من ميليشيات حفتر التابعين للكتيبة 101 مشاة والتي استولت فيما سبق على مواقع بمجلس شورى ثوار جدابية في الحي الصناعي جنوب المدينة. ويأتي هذا فيما أعلنت الكتيبة 101 حالة النفير العام، حيث نشر المكتب الإعلامي التابع للكتيبة صورا توضح انتشار آليات لها بشوارع جدابية. جددت طائرات تابعة لميليشيات حفتر قصفها على محاور عدة بمدينة بنغازي حسب مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي. المصدر أوضح أن طائرة عمودية استمر تحلقها وقصفها حتى فجر اليوم، مشيرا إلى أن القصف بالبراميل المتفجرة تركز على المحور الغربي وقنفودة والجوارشة. وأكد المصدر أنه لا وجود لخسائر في صفوف المجلس، مضيفا أن إصابات خفيفة طالت بعض المقاتلين بشظايا البراميل التي زادت في دمار المباني السكنية بالمنطقة. قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات البنيان المرصوص إن مستشفى مصراتة المركزي استقبل 2 جرحى في تجدد الاشتباكات فجر اليوم. المركز أوضح أن قوات الغرفة المتقدمة في محور الغربيات أحبطت محاولة تقدم لأفراد التنظيم في المحور، مضيفا أن قواتهم تتقدم بمحور قتال المدينة. في الختام تقبلوا تحياتي للقاء.